مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده ومتجدده دائما وابدا مثل ما عودناكم في برنامج ماسلز ريبيلدينج. هذا البرنامج اللي نطل من خلاله عليكم قناه الثالثه الرياضيه، ونسلط من خلاله الضوء على كل ما هو جديد في عالم ورياضه كمال الاجسام، هذه الرياضه المحببه لشريحه كبيره من الشباب الكويتي بالاونه الاخيره ويمكن من السنين اللي فاتت لغايه اليوم. اليوم عندنا ابطال ما شاء الله مصنفين على مستوى العالم، وايضا ابطال خليج وابطال محليين وابطال عرب وايضا عالميين. حلقتنا اليوم راح نتكلم عن عضله مميزه، وعضله هذه تفتقد الى التركيز والتكنيك وعمليه التكرار، وهالامور الكثيره اللي كثير من اللاعبين والابطال يجهلون هذه النقطه البسيطه. راح نتعرف على طريقه الابتعاد عن الاخطاء الشائعه وطريقه التمرين الصحيحه، كل هذا واكثر راح تتعرفون عليه من خلال سياق حلقه اليوم مع الكابتن علي الدريع. مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين، في هذه الحلقة راح نتكلم عن الرياضات، لكن راح نسلط الضوء في هذه الحلقة لرياضة كرة القدم. في الحلقة السابقة شرحت تكلمت عن الأوف سيزون والأون سيزون، شنو اللاعب ممكن يطبق من تمارين، ممكن يطبق من تغذية، وأيضا من حق الريكفري. في هذه الحلقة راح أتكلم عن العضلة الفخذ الخلفي، تمارين على وزن جسم لعضلات الفخذ الخلفي لعضلات الأرجل بشكل كامل، ضروري تكون عند اللاعب قوية. أنا لاحظت في فترات السابقة عندنا لاعبين كرة القدم جداً حاملين عضلات الأرجل كرياضة مقاومة، كرياضة المقاومة، أوزان سواء كان داخل النادي أو خارج النادي، كان تمارين على وزن الجسم. هذا شيء جدا خطأ، اللاعب يهمل أكبر عضلة عنده في الجسم، أو ممكن يكون أهم عضلة عنده في الجسم للأداء الرياضي والمنافسات الرياضية. إذا احنا لاحظنا اللاعبين العالميين لكرة القدم لاحظوا دائما هو يكون عنده مميزات جدا كبيرة، مميزات عالية وقدرات عالية. مثال عندهم سرعة اللاعب، لاحظ أن اللاعب المحترف المعروف في كرة القدم يكون عنده السرعة جدا عالية، يعني سرعة اللاعب لازم تكون عالية جدا، ما تكون سرعة اللاعب متوسطة أو تكون عالية فقط، لا، عالية جدا جدا جدا، أنه يكون اللاعب عنده السرعة عالية، تكون عنده اللياقة عالية عشان يكون هو عنده السرعة عالية. وأثناء المسابقة، أثناء البطولة في الملعب، أنه يركض اللاعب فترات طويلة وسرعة قصوى وما يتعب بسرعة. ليش؟ لأنه عنده اللياقة عالية جداً، يعني دقات القلب عنده جداً عالية، وتعودت العضلة أن تدق الدقات بسرعة على فترات زمنية طويلة، يعني مو فترة بسيطة. اللاعب ممكن صار لفترات طويلة، أشهر طويلة يمارس الجري عشان يوصل حق هذه اللياقة، أو السباحة يوصل حق هذه اللياقة. تمارين المقاومة في داخل النادي كأثقال وأوزان ما راح تعطي لياقة مثل الرياضات الهوائية مثل الجري والسباحة. لاحظوا أن اللاعبين دائما يهتمون في اللياقة العالية، عندهم السرعة، اللياقة والسرعة، وعندهم الوزن، وزن جسم. لاحظ أن اللاعبين المحترفين العالميين لاحظ وزن جسمهم يكون ما يكون عالي، دائما يكون عنده عضلات قوية، يكون عنده نشافة في العضلة، ما تكون عنده السمنة، ما يكون عنده دهون عالية، هذا شيء خطأ، يكون عنده دهون جدا منخفضة ما بين 6 ما بين 6 إلى 12% نسبة الدهون عنده.
فتلاحظ انت عنده عضلات قويه، زاد انه عنده نشافه، وهذا الشيء راح يساعده انه يركض في الملعب بشكل احسن، لياقه اعلى عنده، وعنده هرمون الذكوره بشكل عالي، يعني هرمون الذكوره عنده مرتفع كطبيعي، مرتفع بشكل كبير، فهذا راح يساعده انه يكون عنده لياقه اعلى، قوه، تركيز في الملعب، توازن في الملعب ايضا. بالنسبه حق التوازن هم احنا نلاحظ اللاعبين ممكن يهمل التوازن، ما يعرف شنو تمارين التوازن. تمارين التوازن ممكن انت تقف على ارجل واحده، توقف على ريل واحده فتره طويله ممكن، او تمشي على ارجل واحده فتره معينه، ان اقوي انا هذه العضله، خاصه اذا كان اللاعب وزنه قليل. اذا كان وزن اللاعب عالي هذا بشكل خطا، لازم ينزل وزنه عشان يقدر يتمرن هذه التمارين على قدم واحده، يتمرن تمارين فرديه. لكن اذا كان وزنه عالي ما حيقدر هو يتمرن هذه التكنيك، ممكن يسوي له اصابات. فعندنا احنا التوازن شيء مهم في الملعب، ان اللاعب يركض في الملعب متوازن، سواء كان من اليمين الى اليسار، من اليسار الى اليمين، من الامام الى الخلف. ممكن يركض اللاعب من الامام الى الخلف بشكل عكسي، وتلاحظ ان اللاعب متمكن انه يركض بشكل عكسي، ما يكون هو متوتر خايف اول مره يركض هذه الركضه، لا هو شيء طبيعي متعود متمرن انه يركض باكثر من اتجاه، من اليمين الى اليسار، من اليسار الى اليمين، من الامام الى الخلف، والعكس ايضا ممكن، من اليمين الى الامام، الى الامام، من الامام الى اليمين، او من الامام الى اليسار. فاللاعبين انتم تلاحظون يكون عنده جدا لياقه عاليه في الملعب، متمكن مع الكره، ايضا السرعه مثل ما قلنا، امور كثيره. لكن في هذه يجب علينا احنا نهتم بالاربع نقاط او خمس نقاط، ممكن اكثر، في اكثر من هذه النقاط اللي انا شرحتها في هذه الحلقه، لكن احنا يجب تدريجيا احنا نوصل حق هذه المستويات، ان اللاعب يهتم في اللياقه، يهتم في الاكل، في التغذيه، في النوم، في التمرين، في التدريب. اللاعبين المحترفين يتمرنون في اليوم ما بين 4 ساعات الى 8 ساعات، هذا يكون عنده، هذا كتمرين يومي يتمرن اللاعب بشكل كبير. ممكن يكون اكثر من 8 ساعات اللاعبين المحترفين، لكن غالبيه اللاعبين كقراءتي للسيره الذاتيه وشنو تمارين اللاعبين، ممكن هو يتمرن اقل شيء 5 ساعات الى 8 ساعات في اليوم الواحد. فاحنا عندنا تركيز كبير يجب على اللاعب انه يهتم في التدريب بشكل مكثف، اذا هو كان بيوصل للاحترافيه، بيوصل حق اللياقه العاليه والقوه العاليه، وايضا التوازن والامكانيات في اثناء الملعب، انه يكون متمكن مع الكره، ما يكون هو يعني في وسط المباراه يكون تعبان، ما يقدر يكمل اللاعب، دقات قلبه عالية، مو قادر يتحكم في النفس، هذا في عنده مشكلة في التغذية، في النوم، في أمور كثيرة. فيجب على المدربين كرة القدم يهتم في اللاعبين أكثر، سواء كان في الأوف سيزون أو الأون سيزون. واللاعب هم يعني ممكن هو يبحث، يقرأ، يتعلم ويطبق. أهم شيء إن اللاعب يطبق للتمارين، مو بس إن أنا أقرأ وأتعلم وممكن أنا ما أطبق، أنا ما استفدت وما طورت من أدائي الرياضي عشان أقدر أتطور أكثر. فيجب على اللاعبين التركيز في هذه النقاط، نقاط جدا مهمة، نقاط راح تطورك أكثر، تساعدك حق المباريات في الأون سيزون، تحس نفسك أنت متمكن. فلازم تجرب أكثر من نوع من الرياضة لتقوية اللياقة، وضروري إن اللاعب يحاول إنه يدخل السباحة، يتعلم السباحة،
راح يختصر له وقت كبير. ممكن اللاعب ما يحب ممارسة تمارين مقاومة داخل النادي، فيحتاج يمارس تمارين على وزن الجسم أو يتمرن تمارين سباحة. في السباحة، في الحوض السباحة، ممكن هو يتمرن السباحة فقط وراح يوصل حق نتيجة جدا قوية، يقوي عضلات جسمه بشكل كامل وتزيد عنده اللياقة. أتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة، تابعونا في حلقات قادمة. كذي أعزائي المشاهدين، كنا وصلنا لختام وقفال حلقة اليوم. إن شاء الله تكونون استمتعتوا من هذه المعلومات القيمة اللي أعطانا إياها كابتن علي البدريع. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومعلومات رياضية كثيرة وجميلة جدا جدا. إلى ذلك الحين، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.